ننتقل مشاهدينا إلى مكتبة الأسد لمتابعة اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الأول الذي نظمته وزارة الإعلام تحت عنوان حق المواطن في الإعلام. معنا من هناك موفد الإخبارية رامي عباس. رامي، ضعنا في صورة الأجواء لديك لليوم الثاني من هذا المؤتمر. نعم، تحياتي لك لور، تحياتي لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. نحن الآن على الهواء مباشرة من مكتبة الأسد الوطنية في دمشق. جئنا لنرصد واقع اليوم الثاني للمؤتمر الإعلامي الوطني الأول الذي يعقد تحت عنوان حق المواطن في الإعلام، وذلك نحو استراتيجية إعلامية سورية. بالتأكيد اليوم كان هناك جلسة أو حوار مفتوح وشفاف كان يتواجد فيه وزير الإعلام الأستاذ محمد رامز ترجمان، تحدث خلاله عن حرية الإعلام وأهمية تواجد حرية الإعلام بما يتناسب ويتواءم مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا. مواضيع كثيرة أيضا طرحت خلال الجلسة الصباحية لهذا اليوم الثاني من مؤتمر حق المواطن في الإعلام. للحديث أكثر معي لور عبر هواء الإخبارية السورية الدكتور حسن حميد الكاتب والإعلامي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. كان هناك الكثير من المحاور التي تم تناولها في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الإعلامي الأول. برأيك كمواطن سوري أولا، هل المواطن السوري حصل على حقه في الإعلام الوطني السوري على الصعيد السياسي والميداني والخدمي؟ أولا شكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا للعزيزة الإخبارية. أولا ببساطة شديدة كي نلخص الموقف، المواطن السوري منذ 6 سنوات وحتى هذه الساعة هو يتنفس الأخبار، يعيش على الأخبار وينام على الأخبار، يستيقظ على الأخبار، كل شيء في حياته الآن الأخبار، لأنه لسبب بسيط أن الوطن بكل أركانه بكل جمالياته بكل تاريخه بكل واقعه بكل أحلام أبنائه للأسف الشديد هو يعني مهدد، ولذلك الجميع الآن هم يتنفسون هذه الأخبار. أنا بعتقد بأن المواطن العربي السوري بكافة شرائحه بكافة فئاته هو يعني أخذ حقه في الإعلام وهو يمارس مثل هذا الحق. هم يعبرون كثيرا في كل الأوقات وفي كل الأحداث والحادثات التي يعني تجرى في هذا البلد، هم يتحدثون ويعبرون في كل المناطق، ولذلك هذا الآن هذا المؤتمر يأتي من أجل توصيل هذه الرسالة، لنقول بأن الإعلام هو جهة من الجهات المفتوحة لكل الناس الذين لديهم رأي وكل الناس الذين لديهم خبرة، فليتفضلوا ويتحدثوا لأننا جميعا نحن في قارب واحد والجميع يستهدف من خندق دفاعي وهجومي ويعني كائنات عجيبة للأسف الشديد دخلت حدودنا وهي تهددنا في أعز أحلامنا وتهددنا في أعز ما نمتلك ولا سيما الأرواح والتاريخ والواقع والأمن والأمان إلى آخر ما هنالك. حد الإعلام السوري واكب نقل الخبر السياسي على حد سواء مع الخبر الميداني والخدمي بالنسبة للمواطن السوري؟ ليس هذا فحسب، الإعلام السوري خلال 6 سنوات الآن أصبح هو المرجعية الأولى للحقيقة. إذا ما أراد الإنسان أن يصل إلى حالة مؤكدة وحقيقية عن خبر من الأخبار التي تلفقها وتفبركها هذه الإعلاميات الموجودة في الكثير من البلدان حولنا، أعتقد بأنه هذه المرجعية هي كافية لنشهد بأهمية وحرفية الإعلام السوري، الذين في كثير من الناس هم يذهبون إلى فضائيات كثيرة وإلى أمكنة كثيرة من أجل أن يعني يروا هذه الأخبار. ربما بعض المحطات لها سرعة في هذا أخذ الخبر وأحيانا تلفق هذه الأخبار وتبنيها كقضايا من أجل الاشتغال عليها، ولكن المرجعية تكون عند الخبر في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الموقع وفي الصحيفة وفي الكلام السوري الحقيقة الذي ينطلق من أرض الواقع، لأن السوري هو الذي يمتلك الحقيقة في هذا الإعلام، هذه المساحة الواسعة من الهيمنة الإعلامية المشنونة على سوريا. دكتور حسن حميد شكرا كثير الكاتب والإعلامي. بالتأكيد مشاهدينا أحد المحاور المهمة التي تم تناولها في اليوم الثاني لمؤتمر حق المواطن في الإعلام هو البعد الديني في الإعلام، نظرا لأهمية هذا البعد في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا، الحرب التي تشن على سوريا خاصة في ظل محاولات كثيرة لتشويه المفاهيم الدينية. للحديث عن هذا المحور بالذات معنا الدكتور
عبد السلام راجح نائب رئيس مجمع الشيخ كفتارو للشؤون العلمية. دكتور عبد السلام مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. البعد الديني اليوم له أهمية كبيرة في الظروف التي تمر بها سوريا، محاولات لتشويه مبادئ ومصطلحات ومفاهيم الدين الإسلامي من قبل من هم ربما أو أكيد أكثر بعدا عن الدين الإسلامي. ما هي أهمية البعد الديني في الإعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن من أهم ما يعني تعرض له المؤتمر في جزئياته قضية البعد الديني وأثر هذا البعد في صياغة مفاهيم منطقية، مفاهيم منضبطة تظهر الدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الحرب التي أرادت البلاد والعباد كما أرادت دين البلاد وأرادت الشرائع السماوية قاطبة أثرت في تغير كثير من الصور لدى المؤمنين، ما أحوج لتوضيح المفاهيم للرد على تلك الافتراءات التي صاغها أولئك الذين نسبوا أنفسهم للإسلام. ونقول لهم تعالوا واجعلوا هذا القرآن الكريم، واجعلوا التوراة والإنجيل الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى على رسل راسخين من أولي العزم، اجعلوها حكما فيما تفعلونه وتنسبونه إلى هذا الدين. هل يمكن أن ينتسب ذلك إلى الدين؟ ستجد أن شرائع الله براء من مثل هذه التصرفات. هم يقومون بتحريف المبادئ الواردة في القرآن الكريم ويقومون بنبذ غيرهم من باقي الديانات السماوية، هو تحريف متعمد بقصد تشويه المبادئ الدين السامح. قديش مهم اليوم دور وزارة الأوقاف مجمع الشيخ كفتارو في توضيح المصطلحات والمفاهيم الدينية وإعادتها إلى جادة الصواب، رغم أن المراهنة على وعي المواطن السوري قد ربحت وزارة الأوقاف فيه، فكان على مستوى وعي كثير عالي بالمصطلحات الدينية. لا شك أن المراهنة على وعي الشعب العربي السوري ربحت، وأؤيد ما تفضلتم به. وهنا أقول إن إنصاف الحقيقة يقتضي أن نشير إلى دور وزارة الأوقاف، هذه الوزارة الراسخة في الوطنية، الراسخة في توضيح المفاهيم من خلال أئمتها وخطبائها والعاملين فيها، لأن دورهم في هذه المرحلة، بل أحسب أنه في كل مرحلة، لا يقل أهمية عن دور أي مؤسسة في الوطن. الورقة التي ستقدم اليوم عنوانها دور المؤسسة الدينية في صياغة إعلام هادف. هذه الورقة تحرص على أن تظهر ما أنتجه الدين في هذه المرحلة من رد حاسم يغلفه العقل والمنطق والدليل والبرهان على تلك النظريات التكفيرية التي أرادت أن تنال من نشئنا وجيلنا. المؤسسة الدينية استطاعت إلى حد مقبول محترم أن تشكل حصنا بل سورا منيعا يحصن جيلنا ضد هذه الأفكار الوافدة من وراء حدودنا. المطلوب كثير، المؤمل كثير، والميدان هو ميدان عمل، والميدان هو ميدان بذل، وهي دعوة مفتوحة إلى كل المؤسسات الوطنية ومن ضمنها المؤسسة الوطنية التي لا تقل أهمية في بذلها للوطن عن باقي المؤسسات لأجل أن تجد دورها في هذه المرحلة. نحن بإذن الله تعالى نطوي الصفحة الأخيرة من الأزمة، هذه بشارة أنا أبشر بها لا باعتبار الهوى إنما باعتبار المعطيات على الأرض. هذه المرحلة التي نطوي ألمها ستلزمنا في المرحلة القادمة، مرحلة الإعمار، بكثير من العمل. شكرا لك دكتور عبد السلام راجح، حضرتك نائب رئيس مجمع الشيخ كفتارو للشؤون العلمية، شكرا جزيلا لك. بالتأكيد نشاطات وزارة الأوقاف كان لها دور كبير في تحصين المواطن السوري من مؤامرة كبيرة يتعرض لها عن طريق تشويه مبادئ الدين الإسلامي. إذا مشاهدينا، في اليوم الثاني لمؤتمر حق المواطن في الإعلام كان هناك تأكيد على أن المواطن هو البوصلة، المواطن وما يخصه من خدمات وإضاءات وتسليط الضوء على همومه ومشاكله، هو توجيه أكيد خلال هذا اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الإعلامي الأول. هذا كان جانب من وقائع اليوم الثاني لمؤتمر حق المواطن في الإعلام، نقلناه لكم عبر هوا الإخبارية السورية من مكتبة الأسد الوطنية في دمشق. عودة إليك لور.
نعم رامي عباس موفد الإخبارية إلى المؤتمر الوطني الأول في مكتبة الأسد، شكرا جزيلا لك.